السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام، متابعي قناة من آخر خلاص، معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز وترتيب الهدافين بعد انتهاء مباريات اليوم، أو هي مباراة واحدة اليوم، مباراة أرسنال أمام كريستال بالاس اليوم الأحد 19/3/2023 في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز. اليوم تم تأجيل مباراة مانشستر يونايتد لأنه بيلعب في الوقت اللي احنا فيه ده بالظبط، بيلعب في كأس الاتحاد الإنجليزي في ربع النهائي. وتم تأجيل مباراة مانشستر سيتي لأنه لعب أمس السبت 18/3 مباراة أيضا في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. أما أرسنال اليوم فاز على كريستال بالاس على ملعب الإمارات 4-1، فوز كبير لأرسنال، أحرز الأهداف غابرييل مارتينيلي في الدقيقة 28، بوكايو ساكا في الدقيقة 43، تشاكا في الدقيقة 55، وبوكايو ساكا في الدقيقة 74. أهداف كريستال بالاس عن طريق جيفيري تشلاب في الدقيقة 63. بالنسبة لمباراة السابقة في الجولة 28، الجولة بدأت يوم الجمعة، يوم الجمعة الموافق 18/3/2022، في غلطة هنا يا جماعة، نوتنغهام فورست خسر من نيوكاسل يونايتد 1-2. يوم السبت بقى 18/3/2023 تم تأجيل مباراة ليفربول أم فولهام لأن فولهام بيلعب في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. أيضا أستون فيلا فاز على بورنموث 3-0، برنتفورد تعادل أم ليستر سيتي 1-1، ساوثهامبتون تعادل أمام توتنهام 3-3، ولفرهامبتون خسر من ليدز يونايتد 2-4، وتشيلسي تعادل أمام إيفرتون 2-2. متابعين الكرام، خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز وترتيب الهدافين. متصدر الدوري متابعين الكرام نادي أرسنال المركز الأول 69 نقطة، مانشستر سيتي المركز الثاني 61 نقطة، مانشستر يونايتد المركز الثالث 50 نقطة، توتنهام المركز الرابع 49 نقطة، نيوكاسل المركز الخامس 47 نقطة، ليفربول المركز السادس 42 نقطة، برايتون المركز السابع 42 نقطة، برنتفورد المركز الثامن 42 نقطة، فولهام المركز التاسع 39 نقطة، تشيلسي المركز العاشر 38 نقطة، أستون فيلا المركز 11 38 نقطة، كريستال بالاس المركز 12 27 نقطة، ولفرهامبتون المركز 13 27 نقطة، ليدز يونايتد المركز 14 26 نقطة، ايفرتون المركز 15 26 نقطة، نوتنغهام فورست المركز 16 26 نقطة، ليستر سيتي المركز 17 25 نقطة، ويست هام يونايتد المركز 18 24 نقطة، بورنموث المركز 19 24 نقطة، وساوثهامبتون المركز 20 والاخير 23 نقطة. متابعينا الكرام، خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين بالنسبة للدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية الجولة 28. متصدر الهدافين إيرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي المركز الأول 28 هدف، المركز الثاني هاري كين لاعب توتنهام 21 هدف، والمركز الثالث إيفان توني لاعب برنتفورد 16 هدف، والمركز الرابع راشفورد لاعب مانشستر يونايتد 14 هدف، المركز الخامس غابرييل مارتينيلي لاعب أرسنال 13 هدف، المركز السادس بوكايو ساكا لاعب أرسنال 12 هدف. بالنسبة لصناع الأهداف، المركز الاول كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي صنع 12 هدف، المركز الثاني بوكايو ساكا لاعب ارسنال صنع 10 اهداف، والمركز الثالث لياندرو تروسارد لاعب ارسنال صنع 8 اهداف، والنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول. اشترك في القناه، فعل زر الجرس، اعمل لايك الفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.